دلوقتي خلينا نروح نشوف مع حضراتكم تقرير عن حملات التشجير الكبيرة اللي بتتم ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لمضاعفة الرقعة الخضراء. حملات تشجير واسعة يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة التي تستهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية. وقد تم الانتهاء من زراعة 1.4 مليون شجرة في العام الأول للمبادرة، وجاري الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة في المرحلة الثانية، بالإضافة لزراعة 500 ألف شجرة في قرى مبادرة حياة كريمة. مبادرة التشجير تأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تماشياً مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم الجانب البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان. كما تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بعدد 100 ألف شجرة، كما تم الانتهاء من تشجير الكيلو الأول من المنطقة الصناعية بشق ثعبان بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة. كذلك ساهمت الوزارة في أعمال تشجير مطاري الغردقة الدولي وشرم الشيخ الدولي بعدد 7000 شجرة بتخصيص 3500 شجرة لكل مطار لإظهار المطار بالمظهر اللائق والمناسب مشرف وكذلك خفض الانبعاثات. كما ساهمت الوزارة في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدان ضمن تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء خلال الفترة التي استضافت فيها مصر مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27. أيضاً شملت المبادرة الجامعات حيث تم زراعة 186 ألف شجرة داخل الجامعات المصرية. أيضاً تم زراعة 5000 شجرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية و54 ألف شجرة تم زراعتها بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و38 ألف شجرة تم زراعتها بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل والزراعة، بالإضافة إلى 26 ألف شجرة تم زراعتها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمدن العمرانية الجديدة. وبلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة حتى الآن 2.5 مليون شجرة في 25 محافظة.